يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوكه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. القاهرة 29-21، الإسكندرية 26-20، مطروح 27-19، بورسعيد 27-22، الإسماعيلية 30-19. ونذهب إلى السويس. السويس 30-20، العريش 28-20، طابة 28-21، شرم الشيخ 32-25، والغردقة 30-23. ونذهب من الغردقة إلى الأقصر. الأقصر العظمى 32 والصغرى 19، أسوان 34-21، الوادي الجديد 33-19، شلاتين 32-25، وأخيرا حلايب 30-25. والآن مشاهدينا نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.